احنا بنقعد في العربية فولكس فاجن نقول لها ايه هي؟ تيجيانا العربية النهاردة معرض الجناح بتاع فولكس فاجن في الجونة على مدينة أبو ظبي في الجونة، طبعا معمولة النهاردة عشان سكواش، طبعا الناس بتلعب سكواش. طبعا من السندات النهارده برعاية شركة دي اس، هنقفل أول عربية وبإذن الله هوريكم بقى العربية شكلها عامل ازاي. عربية موديل 2018، كل العربيات الموجودة عندنا في الاستاند 2018، وهم 3 عربيات، حتى الجولف هناك برضه مركونة. Drive experience.